صلاحيات المستخدمين يتم الدخول إليها من: إدارة النظام، المستخدمين، صلاحيات المستخدمين. في هذه الشاشة يتم إضافة الموظفين المستخدمين لنظام يمن سوفت المتكامل. فيتم إضافة أسماء الموظفين ومنحهم كلمات السر الخاصة بهم عند دخولهم إلى النظام كما يتم منحهم صلاحيات معينة ومحددة يستطيعون من خلال هذه الصلاحيات تنفيذ المهام والواجبات والأعمال الواجب القيام بها ملاحظة: المستخدم رقم واحد هو الذي يقوم بمنح وإضافة هؤلاء المستخدمين وإعطائهم الصلاحيات الخاصة بهم من أجل استعراض المستخدم رقم واحد يتم الضغط على السهم الأسود ثم الضغط على زر التعديل فنلاحظ ظهور رقم المستخدم واسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به الآن نوضح كيف يمكن إضافة الموظفين كيف يمكن منحهم الصلاحيات الخاصة بهم وإعطائهم كلمات السر الخاصة بهم عند دخولهم إلى النظام المتكامل نقوم الآن بعملة الحفظ فإذا ما أردنا مثلا إضافة المحاسبة ندأ نقوم بالضغط على زر الإضافة رقم المستخدم اثنين اسم المستخدم المحاسبة ندأ نقوم بكتابته نقوم الآن بإعطاء كلمة سر خاصة بها نتحرك بالتاب أو بالماوس من أجل تأكيد كلمة السر ثم نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا الآن إضافة موظف آخر مثلا أسامة الحكيمي نقوم بالضغط على زر الإضافة رقم المستخدم ثلاثة اسم المستخدم ونعطيه كلمة سر خاصة به ثم حفظ إذا ما أردنا مثلا إضافة موظف ثالث رقم المستخدم أربعة اسم الموظف مثلا أمين مخازن أيمن الدباعي مثلا ونعطي كلمة سر خاصة به ثم نقوم بعملية الحفظ نلاحظ أن أسماء الموظفين المستخدمين للنظام يمنسوف تظهر في الحقل الظاهر أمامكم نلاحظ أن المستخدم رقم واحد لا يظهر لماذا؟ لأنه هو الشخص المسؤول عن منح وإعطاء اولئك الموظفين المستخدمين لنظام المتكامل الصلاحيات. الان نوضح كيف يمكن منح هؤلاء الموظفين صلاحيات خاصه بهم يستطيعون من خلالها استخدام نظام المتكامل. فاذا ما اخترنا مثلا المحاسبه ندى. نقوم بالضغط على زر التعديل. المحاسبه ندى سوف نعطيها صلاحيات في إدارة الأستاذ العام أو إدارة الحسابات اختار الأستاذ العام أو إدارة الحسابات مثلا في قائمة العمليات سيتم منحها صلاحيات معينة مثلا سيتم منحها عمل قيود يومية وتعديلها وعرضها إذا ما أردنا التأشير على صف كامل فيتم اختيار صف في على الشاشة ثم يتم منحها صلاحيات سند صرف مثلا سندة قبض شيكات مستحقة إذا ما أردنا مثلا منحها صلاحيات في المدخلات الأساسية فنستطيع منحها صلاحيات في إضافة واستخدام الدليل المحاسبي إضافة الصناديق والبنوك كذلك في الترحيل نستطيع منحها صلاحيات مثلا ترحيل جميع السندات يتم اختيار الكل ثم الضغط على إضافة نلاحظ منحها جميع الصلاحيات كذلك بالنسبة للتقارير الكول مثلا ثم نقوم الآن بعملية الحفظ الآن إذا ما خرجنا من نظام المتكامل وقمنا بالدخول إلى نظام المتكامل مرة أخرى من خلال المستخدم المحاسب نداء والتي رقم اثنين يتم الخروج ندخل مرة أخرى إلى نفس السنة المالية رقم الفعل المستخدم اثنين كلمة السر خاصة بها، ثم نقوم بعملية موافق. نلاحظ ظهور اسم الشركة في على الشاشة والمستخدم. الآن نقوم بالدخول إلى إدارة الحسابات. نلاحظ أنه تم منح الموظفة أو المستخدم أو المحاسبة نداء صلاحيات خاصة بالعمليات في تنفيذ قيود يومية. نلاحظ أن النظام يسمح لها بتنفيذ قيود يومية. يسمح كذلك النظام لها ب. عمل سندات صرف وسندات قبض الى اخره لكن اذا ما خرجنا من اداره الحسابات وذهبنا مثلا الى اداره المخزون العمليه التوريد مخزني ماذا نلاحظ نلاحظ ان النظام يقوم باظهار الرساله التاليه لست مخولا بتنفيذ هذا الجزء السبب انه المحاسب نداء لم يتم منح اي صلاحيات في اداره المخزون كذلك اذا ما دخلنا مثلا الى اداره المبيعات العمليات فواتير المبيعات نلاحظ ظهور نفس الرسالة لست مخولا بتنفيذ هذا الجزء السبب أن المحاسبة نداء لم يتم منحها صلاحية إلا في إدارة الحسابات عمليات معينة الآن إذا ما خرجنا وعدنا مرة أخرى إلى المستخدم رقم واحد إدارة النظام المستخدمين إذا ما أردنا مثلا إضافة صلاحيات جديدة ومنح صلاحية جديدة للموظف أسامة الحكيمي فيتم اختيار الموظف ثم على زر التعديل سوف نقوم منحه صلاحيات خاصة في إدارة المبيعات فيتم منحه مثلا في العمليات عمل فواتير مبيعات نستطيع اختيار صف أو عمود عمل مردود المبيعات إضافة وحذف وتعديل عن مردود السنوات السابقة أمر صرف مبيعات كذلك نستطيع منه صلاحية المدخلات أن يقوم بإضافة العملاء وكذلك في التقارير نستطيع منه صلاحيات خاصة بجميع التقارير مثلا كذلك نستطيع منح الموظف أسامة الحكيمي صلاحيات المبيعات في أعلى الشاشة صلاحيات المبيعات نقوم بضغط زر التعديل نستطيع منه صلاحية إضافة ادخال فواتير نقدية شيكات آجل نستطيع كذلك منح صلاحيات الظاهرة أمامكم حسب الرغبة والحاجة إلى تلك الصلاحيات الآن إذا ما عدنا مرة ثانية وقمنا بعملية الحفظ وقمنا بالخروج وقمنا بالدخول مرة أخرى إلى النظام المتكامل. وقمنا من خلال مستخدم رقم ثلاثة أسامة الحكيمي. نلاحظ ظهور الشركة واسم الموظف أو المستخدم أسامة الحكيمي. طبعاً تم تم منحه في إدارة المبيعات. في العمليات، فواتير المبيعات. نلاحظ يستطيع عمل جميع انواع فواتير المبيعات اجل شيك نقد لان تم منحه صلاحيات كذلك تم منحه صلاحية عمل مردودات وكذلك في المدخلات تم منح صلاحيات بيانات لكن اذا قام الموظف في اداره المبيعات اسامه الحكيمي بالذهاب الى اداره الحسابات وأراد عمل مثلا سنة قبض، ماذا نلاحظ؟ لست مخولا بتنفيذ هذا الجزء، لماذا؟ لأن الصلاحيات الممنوحة للموظف في إدارة المبيعات أسامة الحكيمي خاصة فقط في إدارة المبيعات وليست خاصة في إدارة الحسابات أو المخازن أو المشتريات. نعود مرة أخرى إلى المستخدم رقم واحد. الخ... الذي يقوم بمنح الصلاحيات الخاصة بالموظفين إدارة النظام المستخدمين صلاحيات المستخدمين فإذا ما أردنا مثلا منح صلاحيات لأمين المخازن أي من الدباعي نقوم باختياره ثم الضغط على زر التعديل واختيار المخازن مثلا سوف نمنحه صلاحيات خاصة بالمدخلات الأساسية من خلال إضافة بيانات المجموعات المخزنية المختلفة نقوم باختيار صف اختي... ادخال بيانات الاصناف ادخال بيانات المخازن مثلا ادخال تخزين الاصناف والارصده الافتتاحيه في العمليات سيتم منحه صلاحيات خاصه بالتوريد المخزني من... من من اضافه وحذف وتعديل وطباعه وكذلك صرف تحويل مردود التوريد مثلا نستطيع كذلك منحه صلاحية خاصة بالمخازن التي سوف يقوم بالعمل عليها فنقوم بالضغط على زر التعديل المخزن الفرعي والرئيسي ونقوم بعملية الحفظ كذلك منحو صلاحيات خاصة بالمجموعات المخزنية إلى آخره الآن إذا ما قمنا بعملية الحفظ وخرجنا من المستخدم رقم واحد ودخلنا مرة أخرى إلى النظام المتكامل المستخدم رقم أربعة أيمن الدباعي الصلاحيات الممنوحة فقط في إدارة المخزون العمليات التوريد المخزني تم منح صلاحيات خاصة بالتوريد المخزني الصرف المرد إلى آخره كذلك في المدخلات الأساسية بيانات الأصناف يتم منح الصلاحيات الخاصة في بيانات الأصناف وبيانات المجموعات المخزنية لكن إذا ما ذهب مثلا إلى إدارة المبيعات وأراد أن يقوم مثلا بعمل فاتورة مبيعات ماذا نلاحظ؟ لست مخولا بتنفيذ هذا الجزء لماذا؟ لأنه ليس لك الصلاحيات الخاصة بالدخول لإدارة المبيعات الصلاحيات الممنوحة لأمين المخازن أيمن الدبي فقط في إدارة المخزون إذا نعود مرة أخرى إلى المستخدم رقم واحد المسؤول عن منح الصلاحيات إدارة النظام المستخدمين صلاحيات المستخدمين طبعا نستطيع تعديل وتغيير اسم الموظف أو كلمة السر الخاصة به، فما عليك إلا اختيار الموظف، ثم الضغط على زر التعديل، ثم تغيير كلمة السر إذا ما أردنا مثلاً، ثم الحفظ كذلك نستطيع منح صلاحيات جديدة أو إلغاء صلاحيات سابقة. نقوم باختياره مثلاً أسامة الحكيمي في المبيعات، في العمليات. تعديل ثم نقوم بإلغاء أو إضافة صلاحيات جديدة حسب الرغبة أو الحاجة إلى ذلك نكون بهذا قد أوضحنا كيف يمكن إضافة المستخدمين أي الموظفين الداخلين للنظام كيف يمكن منحهم الصلاحيات كيف يمكن تعديل كلمة السر الخاصة بهم من خلال شاشة تسمى شاشة صلاحيات المستخدمين